حرصا من المفوضية على توضيح وتبيين مدى نزاهة وشفافية مفوضية الانتخابات، شرعت إلى نصب كاميرات في كل محطة انتخابية وفي كل مركز اختراع، وبواقع أكثر من 2900 كاميرا، حيث ستتولى مراقبة سير العملية الانتخابية. شيء فإنما يدل على مدى اهتمام مفوضية الانتخابات بتوضيح مدى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية ومن جميع المرشحين، وتعمل على إجراء العملية الانتخابية فيما يتعلق من الجوانب الفنية والإدارية. Thank you.